السلام عليكم. سؤال مهم جدا من عملائنا لشركة الزامل عن الترتيب الصحيح للفلتر الجامو مع المضخة والخزان. الترتيب الصحيح هو كالتالي: الخزان العلوي، ثم المضخة، ثم الفلتر الجامبو. وظيفة الفلتر الجامبو هو إزالة جميع الشوائب الموجودة في الماء عن طريق الثلاث مراحل الموجودة بالفلتر. المرحلة الأولى فلتر الشوائب. المرحلة هذه مسؤولة عن إزالة الصدى، الأتربة والرمال الموجودة بالماء. ثم مرحلة فلتر الكربون النشط، ثم مرحلة فلتر الكربون الصلب. هذه المرحلتين مسؤولة عن إزالة أي لون وطعم أو رائحة موجودة في الماء، كذلك مسؤولة عن إزالة الكلور الموجود في الماء. بالتالي نحصل على مياه نقية صالحة للاغتسال أو الاستحمام، وتكون صالحة للشرب في حال كانت نسبة الأملاح الداخلة للعميل أو نسبة TDS في الماء مضبوطة. كذلك يساهم في محافظة على منظومة السباكة، بيحميلي الجدار الداخلي من تكون أي رواسب عليه، بيطيل بالعمر الشرابي للسخان المركزي، وبيحافظ لي على الخزان الداخلي للسخان والشمعات، بيمنع تكون أي رواسب للخزان الداخلي للسخان. في كل مرحلة من مراحل الفلتر الجامبو عداد ضغط بقياس مؤشر انسداد الفلتر واحتياجه للصيانة اللازمة. ننصح عملائنا دائما بتركيب الفلتر الجامبو بعد المضخة، وذلك بسبب لو حصل أي انسداد في أي مرحلة من مراحل الفلتر الجامبو، أو بالأخص المرحلة الأولى، فبالتالي الأوتوماتيك الموجود على المضخة يفصل ويحميها لنا من التلف. نسعد دائما بزيارتكم لمتجر الزامل الإلكتروني الموجود أسفل الشاشة، أو عن طريق التواصل معنا عن طريق وسائل الاتصال المختلفة. شكرا لكم.